Mini studio. Mini studio. حلقة جديدة لميني ستوديو بلشت هلا على شاشة الام تي في معي انا ومع دومينيك ومع شخص رح تعرف عليه خلال الحلقة. هيدا اور نيو فريند. يس نيو فريند فور ميني ستوديو بس ما رح نتعرف عليه هلا. سنوي كثير حلو. هيدا اذا بدكم قريبه لسنوي اجا من بلد ثاني. سنوي من الاسكا، هيدا من سبين اذا بدكم. اجا اليوم على ميني ستوديو رح نتعرف عليه مع جوا كلوب اكيد بس مش هلا. هلا رح نبلش بكل فقرات اللي تعودتوا عليهم واليوم معنا 1 مينيت ات بالاف، معنا جوا كلوب، معنا الفقره الجديده ليتس ترافل. انا وكيكي كنا عم نقول انه اليوم عنا ليتس ترافل، رح نتعرف على بلد جديد. بنقول لهم اي بلد؟ يس بنقول لهم هلا اي بلد. لندن. اذا انتم رحتوا على لندن او حابين تروحوا تابعوا هيدي الحلقه لتشوفوا اهم البليسز بلندن، وين المفروض تروحوا، شو المفروض تزوروا، وشو معقول تعملوا هونيك. تابعونا، كل هالمعلومات رح تاخذوها خلال الحلقه. وعندنا كويستشن اوف ذا داي كمان اليوم، فاذا خليكم اكيد اوير اي ساعه رح نقول لكم شو هو السؤال تتفوتوا على وسائل السوشيال ميديا تبعنا، بس اكيد بعدين بنشوف بالسوشيال ميديا. هلا خلينا نبلش مع لوكي تو بي يونغ من باوك ليبانو فرانسيز. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني مع كيكي بميني ستوديو، بدي أعيش ببيت معمول من البونبون والشوكولا ما بيخلصوا أبداً، وبدي أجمع مصاري لأشتري بيت لكلب سنوي كمان وسيارة حقيقية للعبد. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم من البي ال اف. إلي كتير حمس اليوم، بدي أقعد بس أقعد النص. أنا حرام ما بدي تعبه فقعد ومقعد وحد صح. دومي اليوم مثل العادة اثنين من المشتركين، كل اللي عم يطلبوا أن يشتركوا بـ 1 Minute at BLF عم يوصلنا الطلب تبعهم، ونحن عم نرجع نتواصل معكم step by step. تعطونا شوية وقت لأنه فيك ضغط كتير من العالم. كرمال هيك إذا حابين تعرفوا كيف ممكن تتسجلوا بدكم تفوتوا على www.luckytobeyoung.com. سايت عم تشوفوها هلا قدامكم على الشاشة، بس نفوت في عنا Kids Section Teens و 18+. نبوس على Kids بيطلع بتفتح الصفحة قدامنا، في عنا دومينيك فينا نتمرن إذا بدنا كمان هون بالفاست ستيلر، وكمان فينا نعمل ريجستريشن تبعنا لنربح $100 مع ميني ستوديو. بنكبس على البوكس اللي على يمين الشاشة بيطلع لنا الابلكيشن فورم. الابلكيشن فورم بدنا نعبيها، فيها فيرست نيم، لاست نيم، فون نمبر وكثير معلومات غيرها، ونحن بنرجع بيوصلنا هذا الطلب ونس بتكبسوا سند، ونحن بنرجع بنتواصل معكم وبندعيكم تتجوا لعنا على الاستوديو أو تلعبوا معنا 1 مينيت اد بي ال اف على التليفون. اوريدي كثير بلشوا عالم تو سبسكرايب. يس اوف كورس، من اول ما اطلقنا الويب سايت مزبوط. في عدد مش طبيعي من العالم عم بتسجل، ونحن عم نجرب انه نحكي مع الكل، بس برجع بقول لكم بدها شويه وقت لانه في ضغط كثير. اليوم مين رح يلعب معنا؟ اليوم رح يلعب معنا جورجيو وجهاد. اوكي نحكي مع جورجيو. يس اوف كورس، بنبلش مع جورجيو. جورجيو ريدي؟ الو الو هاي هاي جورجيو. كيفك جورجيو؟ جورجيو قد ايه عمرك؟ 8 سنين. وشاطر بالمات؟ ايه. جورجيو بتعرف شي شو بتحب تصير بس تكبر؟ ايه. شو؟ حكيم. حكيم، اوكي. فإذا جورجيو هلا عندك 1 مينيت، اوكي؟ عندك 1 مينوت، بدك تجاوب على كثير عدد من الأسئلة، اوكي جورجيو؟ اوكي يلا جاهز؟ ايه. 3 2 1 توب. 5 بلس 3 8 9 بلس 8 بلس 6 14 9 بلس 3 12 6 بلس 5 11 10 موان 10 0 5 بلس 3 8 16 moins 8 8 bravo. 2 plus 5 4 6 moins 6 0 10 moins 10 0 9 moins 5 4 3 moins 3 0 9 plus 5 يلا رح يخلص الوقت. 9 plus 14 مزبوط. 7 plus 6 13 برافو. 7 خلص الوقت. خلص الوقت.
كانت جورجيو لعب كتير منيح وقدر اكيد يجمع سكور عالي مبدئيا. رح نشوف قد السكور تبعه. السكور 1400 نقطه لجورجيو. سكور كتير عالي وكتير منيح بس اللعبه بعد ما خلصت. رح نشوف هلا جهاد صح مزبوط. جهاد قد رح يجمع وقد السكور تبعه. الو بونجور. بونجور جهاد، كيفك؟ منيح. بتعرف مين عم يحكي معك صح؟ ايه مزبوط، إلي ودومينيك من ميني ستوديو، لأنه هلا رح تلعب معنا 1 مينت أد بألف. جورجيو قبلك جمع 1400 نقطة، مزبوط. أنت عليك تجمع أعلى من هذا السكور لتربح، دين؟ ايه اوكي، عندي سؤال لألك قبل ما نبلش، شو بدك تعمل لما تصير كبير؟ أي مهنة بدك تمارس؟ شو بتحب تشتغل؟ حكيم. حكيم كمان. رح نشوف قد المنافسة قوية اليوم. الكرونو قدامنا. لأنه عمرهم 8 اليوم فبلوس ما فينا نعمل لهم. رح نعمل لهم كل فوا بلوس وديفيزي موا. هيك كنت عم بعمل قبل أنا لأنه كانوا عمرهم 8 مش 12 فبنهين لهم إياهم. يلا 3 2 1 توب. 6 موان 3 9 موان 2 7 5 بلوس 6 8 moins 2 8 3 plus 2 5 8 moins 8 0 10 moins 3 8 7 6 plus 10 20 غلط 6 plus 8 14 5 plus 1 6 36 moins 9 est égal est égal à D 14 يلا غيرها 3 بلس 9 خلص الوقت إلي صار 0-0 seconds. رح نشوف السكور تبع جهاد قد ايه كان أعلى من 1400 أو أوطى من 1400 أراوند قد ايه 900 نقطة. بدنا نقول برافو للاثنين جهاد وجورجيو، لعبتوا كثير منيح، بس بما انه بهيدي اللعبة بدنا نعتمد على السكور الأعلى، مين بيكون ربحان معنا اليوم؟ جورجيو. رح نقول له ألف مبروك. جورجيو ربحت من بنك ليبانو فرانسيز اللاكي تو بيون كارد، بطاقة بتخليك تحصل على خصومات بمحلات عديدة، حساب باسمك أنت ببنك ليبانو فرانسيز مع 100 دولار. ألف مبروك. بدي أرجع أذكركم بعد مرة، إذا حابين تشتركوا بهيدي اللعبة أو تتمرنوا حتى قبل ما تطلعوا على الهواء، السايت هو واحد www.luckytobeyoung.com. متى أكبر بدي أصير حكيم. لا بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم بدي ألبس السماعة اللي بحبه. بدي يكون عند الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي جمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسأل عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبلاف. اما السؤال تبع اليوم هو الكويستشن اوف ذا داي اللي كلكم ناطرينه، واللي بذكركم انه لتجاوبوا عليه بدكم تفوتوا على تويتر ميني ستوديو @ميني ستوديو كلوب وتعطونا الجواب هنيك. السؤال اليوم مع دومينيك، رح نشوف شو هو. بالسوشيال ميديا؟ يلا بالسوشيال ميديا. شو هو السؤال يا دومي؟ السؤال بيقول لا بس قبل بدي اقول قبل بدي اقول لهم شو هن وسائل السؤال. قلت سؤال؟ لا قلت بارارا. ايه بحبها كثير، بحب بدي اجيب الساوند افكت تبعها. انا فكرت فيها خلص. ايه ونصير نحطها كثير. بحب تبع بينك بانتر كمان صح يلي تان. اوكي اني واي بدي اذكر كل اصحابنا بكل وسائل السوشيال ميديا تبعنا، فيسبوك ميني ستوديو، انستغرام @ميني ستوديو تي في شو، وتويتر @ميني ستوديو كلوب. وكرمال تجاوبوا بالكويستشن اوف ذا داي لازم تفوتوا على تويتر. بس تويتر ما هيك إلي؟ صح بس تويتر، وانا رح افتح تويتر هلا هون عندي. اوكي فاذا عم بقول إلي انه بس على تويتر، فاذا بدكم تفوتوا رح ارجع عيد التويتر اكونت @ميني ستوديو كلوب. اوكي فاذا هذا هو التويتر اكونت كرمال تجاوبوا على الكويستشن اوف ذا داي. اما الكويستشن اوف ذا داي فهو بيقول نرجع نعمل البارارارا. يلا البايلا هو الدش اللي كلنا بنعرفه كثير طيب، ما بعرف اذا دقيقتي دقيقة بايلا قبل مرة. مزبوط. بدنا نشوف البايلا من اي بلد جاية. From which country؟ إذا بتعرفوا الجواب من أصل هيدي الطبخة أو الأكلة
بعتولنا على فيسبوك مش فيسبوك سوري تويتر ميني ستوديو كلوب آت ميني ستوديو كلوب لأنه بالأخير شخص واحد رح يربح هدية سيستم رح ينقي ورح يربح هدية من ميني ستوديو فناطرين كل الأجوبة تبعكم على آت ميني ستوديو كلوب البايلا من أي بلد جاية هدية كتير سبيشال اليوم واليوم في هدية جديدة صح؟ مزبوط كمان اليوم هدية جديدة ولأول مرة رح تنربح بميني ستوديو بعتولنا كل الأجوبة تبعكم على آت ميني ستوديو كلوب هلا رح نطلع على بريك كتير صغير صح؟ شهينا حالنا هلا سبت البايلا خلينا نطلع بريك كتير صغير نعطيهم مجال انه يجاوبوا على تويتر ومن بعد البريك راجعين ورح نسافر من الام تي في دايركتلي على لندن خليكم معنا ميني ستوديو ميني ستوديو ريدي دومي للتيك اوف تبعنا هذا مزبوط هذا رح حالك كثير منيح اند الرجاء ليتس ترافل يلا إلي كنت عم بعمل هيك أنا بس إيه بس تبتت يالا هيك 100% بس ما كنت عم ذكر دومي شو مرة رحت قبل بمرة على لندن؟ لا فعم فكر أعمل ماسترز بلندن عن جد؟ إذا أنتوا خلينا نسألون إذا رايحين قبل مرة على لندن أكيد بعتونا صور تبعكم عبر فيسبوك بيج ميني ستوديو أو حتى إنستغرام لأن إحنا بنقدر نعرضهم هون بحلقة جمعة الجاي وبتربحوا معنا كادو أكيد هلا رح نشوف لندن هي نمبر 1 بالبزنس صح في أصلاً في كتير أشياء معروفة بلندن ولندن ضروري نقول إنه من أشهر إذا بدكم العواصم أو البلدين بالعالم هي لندن لأنه كتير في عالم بتروح لهونيك بالصيف بالشتاء بكل المواسم لأنه عطول في أشياء تعملوها هونيك ولكن اليوم بلد سترافل رح نشوف أشهر الأماكن المعروفة بلندن ورح نبلش بالباكنغهام بالاس رح نشوف الصورة هلأ كلنا سوا هنا مطرح ما عايش الكوين صح محل ما بتكون عايش الكوين وفيهم يروح هيدا القصر اللي كتير كبير إذا بدنا نروح بالشتوية ما بنقدر نفوت على قلبه دومينيك هيدا من قلبه للقصر لأنه بتكون الكوين جوا بس بالصيفية الكوين بتروح على المقر الصيفي تبعها بتنقل من هيدا القصر بيصير هالقصر مفتوح لكل العالم دونك إذا بتكون تروح على تشوفوا هيدا القصر 11:30 الصبح أفضل هيك أفضل تروح 11:30 بغيروا على سيرة 11:30 بغيروا الجارد الوقفة تبعهم بطريقة كتير حلوة في ما بعرف يمكن قد ايه بالميات من الحراس بيوقفوا هونيك ليحرسوا القصر وعلى 11:30 بغيروا كلهم الوقفة تبعهم بطريقة هيك ريتميك إذا بدك ورا بعض بيمشوا فكتير حلو مثل كأنه شو عم تحضروا فيكم تروحوا تحضروا الساعة 11:30 التبديل تبعهم أو بالصيفية إذا بدكم تفوتوا على قلب هيدا القصر قد حلو شفتيه من جوا دومينيك It's very nice اللي تاني شغلة رح نحكي عنها هو The Shard يلي باللندن رح نشوف صورته هلأ رح عم نشوف صورة منخبركم أكتر عنه كتير مبنى عالي وكتير صح. كتير كتير حلو رح نشوفه هلأ ليك قد ايه عالي شايف لندن تحته هو هالقد طوله بيشبه البيراميد The Shard هو من أطول المباني بيوروب أو actually هو أطول مبنى بيوروب خيالي قد ايه طوله 310 متر وشكله شكل البيراميد وموجود أكيد كمان بلندن وكل العالم بس عم تروح على لندن عم بتروح لهونيك بتكون من إذا بدك من الأماكن الأساسية اللي عم بيزوروها هو The Shard لأنه كتير عالي كتير حلو مصمم بطريقة كتير حلوة فيه كمان 72 طابق عم تتخيلي يعني بتطلع بالأسانسور بتوصل لتاني نهار على الطابق 72 كتير عالي So it's must see أكيد وما تروحوا مثل برج خليفة بس هو بعد أطول I know it's much taller yes. بس رايح أنت طلعت مرة ببرج خليفة ما طلعت رحت صورت من برا ما قدرت فوت لجوا ما كان معنا وقت أنا أبدا كمان. انا رحت بس انا فتت طلعت بالاسانسير اول ما رحت لهنيك فكرت انه اف قد ايه بدها وقت طلع سريع طلع ايه طلع انجق دغري يعني فسكر الاسانسير وصرنا اف وين اللي هلا رح نقول عن البرلمان والبيج بان البيج بان الساعة المعروفة كثير بلندن عم نشوفها هلا قدامنا على الشاشة كمان إذا رحتوا على لندن ما فيكم ما تزوروا البيج بان الساعة يلي بنشوفها بكل القصص وبكل الكتب وحتى بالمدرسة بنتعرف عليها وحتى البرلمان الموجود بلندن محل كثير حلو الصبح وعشية وبحيالله وقت رحتوا ضروري تزوروا البيج بان يلي شفناها هلا كلنا سوا اوكي والشيء الرابع رح نخبر عنه هو الكاتدرال الكاتدرال اصلا كل يوروب معروفين كل يوروب معروفين بالكاتدرال بالكاتدرالات الموجوده هونيك ولكن كاتدرال سان بول عندها هيك اذا بدك مميزات خاصه فيها اول شيء هي كاتدرال كثير قديمه ولكن بنفس الوقت كثير حلوه رح نشوفها من جوا يعني اذا رايحه انت لهونيك طلعي دومينيك قدامك على الشاشه بتشوفي عن جد قدام صممه بطريقه كثير حلوه والعالم اغلبيه العالم يلي بيروح لهونيك مش بس ليزوروا لانه كاتدرال هيدي انما بيروحوا كمان يتصوروا لانه الصور هونيك بيطلعوا كتير حلوين سو إذا رحتوا على لندن أكيد ميك شور إنه تزوروا الكاتدرال دو سان بول
ومن الكاتدرال دو سان بول وقت الفن بلندن اي. لندن اي كمان يعني يمكن ما يعرفوا اصحابنا بس نقول لهم لندن اي عن شو عم نحكي. بس يشوفوا هيدي الصوره رح يعرفوا دغري عن شو عم نحكي. هيدي الرو الكبيره الموجوده بلندن، من خلال هيدي الرو دومي بتقدري تشوفي كل لندن لانه كتير عاليه. شفتي من عشيه هيك بتكون مضويه، بيعملوا شوات هونيك بتقدري كتير تنبسطي، بتطلعي بتبرمي بتبرمي برمي كامله وبتنزلي على طول. كل يلي بيروحوا على لندن وبيطلعوا باللندن اي بيقولوا احلى شيء عملوه بلندن هو اللندن اي. لندن اي سو اكيد روحوا واعملوها. حلو. نيكست انا وياك بنروح نطلع باللندن اي. يس وي شود دو ات. اكثر شيء بنروح على دريم بارك هون وبنطلع بال اما هلا اللي رح نتعرف عليه هلا هو وارنر براذرز ستوديوز. الاستوديو تبع وارنر براذرز يلي انعمل او تصور فيهم هاري بوتر، الفيلم يلي كلنا بنحبه ويلي كان عن جد من اضخم الافلام يلي انعملت. فينا نعمل تور بقلب هيدا الاستوديو، نشوف القصر، نشوف البيرسوناج دومينيك، نشوف التياب كيف تصور وين، يعني عن جد تور كتير طويلة بس كتير كتير حلوة. لأنه كتير كبير المحل كتير يعني هاري بوتر كم سي كم بده نهار كامله لتبرمي كم وحدة هو؟ صح بعتقد ثلاثة يمكن ثلاثة أو أربعة أو أكتر بركي. كم وحدة؟ أنا اللي تبعتهم كانوا ثلاثة. تسعة هاري بوتر؟ تسعة عم بقولها تسعة هاري بوتر تقريبا. لا أنا بعرف ثلاثة ماكسيموم. فهيدا أول ما طلعوا حضرتوا هيدا الاستوديو بتقدروا أكيد تشوفوا كل شيء له علاقة بهاري بوتر بقلب هيدا الاستوديو الموجود كمان بلندن. جولتنا للندن اليوم خلصت بس حلقتنا الاستوديو بعد ما خلصت. رح نشوف هلا مين هيدا اليوم ولا مين رح نقول هابي بيرثداي. رح نغط على لبنان جوا كلوب. يلا رجعنا على لبنان. لكل يلي كانوا عم يسألوا شو اسمه صديقنا يلي اجا يحضر معنا الحلقة اليوم هون، اسمه ألمو. ألمو هو صديق لمين استوديو، اجا من عن جوا كلوب اكشلي، هو من سبين اصله بس كان عايش فترة بلبنان ومن اول ما اجا قعد عن جوا كلوب وانبسط كثير بالقعدة وحب انه اليوم يشاركنا بحلقة مين استوديو. الحلو بألمو دومينيك انه كثير فرندلي يعني هلا بس يشوفك اكيد رح يعطيك بس خلينا نعطيه هيك مثل بوست لألمو. بس خلينا نقول قبل انه هو من ورا بتحطوا له باتريز صح وبتحطوه اول شيء عنده ليتس يلا هيدي من ورا مزبوط منحط من ورا فينا نحط مشي دغري لان دورته كبسنا من فينا نحط بلاي فينا نحط سليب yes. بس نحطه على البلاي بيحكي معنا وبيخبرنا وبيغني بس نحطه على السليب بغني لنا تنام واو ايه اي نو خلينا نحطه على البلاي يلا حطه على البلاي انه انت المود تبعك بلاي صح؟ ايه انا المود تبعي اكيد yes. بلاي ليتس بلاي بس نكبس له على بطنه لألمو رح يطلب من دومينيك انه تقرب ليعبطها ودغري بيعبطها إذا كبستيله بعد بيصير يضحك إنه هو مبسوط بالهاج وعم بيبوسها لدومينيك يليك ولدي ما بيخبرني بعد بدو يقرب ليعبطيك عبطها لدومينيك حبيبي والحلو إنه بيصير يحكي معك دومينيك يعني بيفتح conversation كتير مك مهم أنا بدي أخده معي لألمو مثل ما شايفين كمان على العلبة تبع ألمو حاطين إنه مش بس بيغني وبيلعب معنا إنما كمان بس بدنا ننام ألمو بيقدر ينام حدنا شايفة بصورة ألمو بينام خلينا نكبس على أجره وبيغني لنا أكيد خلينا عم بقولوا إذا بنكبس على أجره كبسنا على أجره إيه بنحكي معي مليئ طيب حتى سليب يلا ألمو صار وقت النوم رح تروح تنام انت مضطر تنام يلا ها ما بعرف اذا عم يسمعوا بس عم بيغني لنا للنام على صوت واطي كتير يلا دومي هيدا ألمو لإلك غمري دومي اوكي عيد ميلاد مين اليوم رح نكتشف هلا رح نقول الو كالينا يلا بنقول الو لكالين الو جود نايت نام ألمو نام الو كالين الو عم بشنخر الو ها
هاي كيفك يا كادين؟ منيحة؟ بونسوار. بونسوارين. كالين عارفة مين عم يحكي معك؟ كالين. مين؟ حذري. مين هي؟ إلي. إلي مزبوط. إلي ودومينيك من ميني ستوديو عم يحكوك. بدنا نقول لك إنه إحنا منحبك كتير وعرفنا إنه اليوم عيد ميلادك. كرمال هيك عم نحكيك لنقول لك هابي بيرثداي كلنا سوا. جويت لاب بس عارف إنه اليوم عيد ميلاد كالين ما قبل إلا إنه يقدم لك هدو كتير حلو رح نشوفها هلا على الشاشة قدامنا للهدية تبعك. الهدية اللي قدمها أوربيز. واو كتير حلوة هالكادو للبنات. فأذان هابي بيرثداي كالين. إن شاء الله يكون اليوم نهار كتير 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 حلو. Enjoy it. Happy birthday. وأكيد نحن فينا نعيد الكل دومينيك بمجرد إنه نعرف أي متى الدات دو نيسانس تبعهم أي متى تاريخ عيد ميلادهم. أنا بقول هابي بيرثداي. وصلنا مسج على فيسبوك من سليمان. اليوم عيد سليمان جلخ. بدنا نقول له هابي بيرثداي ونبعث له بوسة كتير كبيرة أكيد. هابي بيرثداي لسليمان. واكيد جمعه الجاي دومينيك في عنا عيد ميلاد مميز كثير 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 لشخص نحن بنحبه وهو بحبنا كثير اسمه منيرنا اكبر مشاهد لميني ستوديو. صح بنحبك كثير. مش رح نقول كل شيء هلا بنتركها لنهار العيد. وهلا خلصت فقره جوا كلوب. صح مزبوط. يلا بدي اذكركم اذا حابين تستلموا الهديه شو بده يعمل ليستلم الهديه؟ تيستلم الهديه رح ينطر اتصال منا ونحن بعد الحلقه اكيد او بكره الصبح نتصل فيه بنقول له كيف وين فيهم يستلموا الهديه من عند جوي كلوب. وإلي هلا عاملين سبيشل بروموشن على المو. المو لانه اكيد الكل بحبه واكيد كل العالم رح تنزل تشتري المو لانه ذا بيست فريند هيدا ممكن يكون عن جد. بتلاقوه بكل فروع جوي كلوب اكيد. نحن ناطرين تتصوروا مع المو تبعتوا لنا صوره على فيسبوك بيج ميني ستوديو هيك اكيد تربحوا كمان مع جوي كلوب. حلتنا لليوم خلصت ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بس اكيد ما فينا تنهيها قبل ما نشوف مين يلي ربح معنا اليوم بالكويستشن اوف ذا داي. باك تو تويتر رح روح على السريع على تويتر انا تويتر عصافير يعني ما عمل مثلهم تويتر از يوجوال. دائما دومينيك قد ما بيكون في ضغط بالتويتس بيطل التويتر اوت اوف نو وير. رح نشوف مين يلي بعث لنا اجوبه وبدي اطلب كمان من الرجي يعطونا اسم الشخص يلي ربحان معنا لنشوف السيستم مين نقى لليوم. نحن نرجع نذكر بالسؤال لك اللي عم بيحضر اجى مؤخر وعم بيحضر يعرف عن شو عم نحكي. السؤال كان هو انه البايلا من اي بلد نشأت؟ صح انه from which country is it؟ من وين جاي البايلا؟ صح التويتس كتار ما رح نقدر نقريهم كلهم ولكن اسم الرابح هو ريتا ابي راشد. ريتا ابي راشد انت يلي ربحتي معنا اليوم. رح نشوف الكادو كلنا سوا تبع ريتا قدامنا على الشاشه لانه جاوبت على تويتر وقالت انه الجواب المضبوط هو من سبين. وين؟ من سبين. البايلا جاي من سبين. الطبق يلي كنا عم نشوفه من شوي يلي هو كثير شهي جاي من سبين. وريتا ابي راشد عرفت الجواب وقدرت تربح اليوم من برو ماكس. برو ماكس رح نشوفه هلا على الشاشه. برو ماكس هو هديه جديده عم تتقدم بميني ستوديو تو تيك هايك تطلع تعملوا هايكينج بالغابه شيء كثير حلو اكسبيرينس كثير حلو ممكن تقضوها اكيد مع برو ماكس. الف مبروك لك كريتا. حلقه ميني ستوديو لليوم خلصت. موعدنا معكم يجدد بكره بنفس الوقت. يوم الجمعه فصار لي بكره بالمول. بكره بالمول نحن بكره بالمول الساعه 3 لل 5 بالمول سن الفيل بالمول دبي اكيد. فاذا هاف ا فيري نايس ويك اند. ادوما وي لاف يو.